السعودية وأخذوا يا جهاز مكافحة الإرهاب. مع العلم هو مو معني بهاي القضية، جهاز مكافحة الإرهاب اختصاصه مكافحة الإرهاب اللي إحنا نعرفه شنوه، لكن رئيس الحكومة أخذ جهاز مكافحة الإرهاب وراح على المنافذ الحدودية وقال سيطرنا عليها. حققت شي هاي السيطرة لو بس إعلام؟ تسألني الصدق؟ أي إعلام بدح بلا ما نلف وندور إعلام عليهم التعب روحك. أنت شنو الحلقة ما تقسمها؟ توك شو؟ توك شو هاي شو؟ كل شيء واقع. طيني وين زيادة المنافذ الحدودية؟ طيني واردات. هو لما راح شيري يسيطر على المنافذ غير؟ طيني هذا المنافذ عندك كم منفذ بكردستان؟ تقدر حكومتك تروح تدخل إلى كردستان وتغلق منفذ أو تحاسب منفذ؟ والله فينا اللي يوصل يقصون رجله وإيده داتك، ما حد يوصل. ليش؟ دولة، مو قلنا دولة؟ دولة وعدها سلطة؟ عندها سلطة. إيش قد المنافذ؟ في يوم طبعا بالمناسبه مو بس هسه من زمان ما حد يوصل من كردستان حتى بايامكم، حتى بايام ممنوع. اي ممنوع نوصل ونروح ونجي بس نتدخل بالعمق ما تقدر. هي امريكا فصلت دوله داخل دوله. يعني امريكا حتى تخلق يعني امريكا تأزم. مسيطره عليكم بالقرار السياسي؟ اي لها دور حتى تخلق تأزم في اي منطقه تطبيها او تطلع من عندها حتى تبقى ما مستقره لازم تسوي، فخلت الدوله في داخل الدوله. يوم رحنا للجار الطالباني الله يرحمه، انا كنت بالداخليه موقع وزير وكيل ودير الوزاره، فاخذت الضباط ورحنا قعدنا منه. فابو المنافذ الحدوديه شكى الامام جلال، قال له فخامه الرئيس احنا عندنا منافذ حدوديه مسيطرين عليها ومنافذ ما مسيطرين عليها نهائيا. قال له وين؟ قال له بفلان مكان فلان مكان بالأكراد، منطقة الحزب الاتحاد بالاتحاد الوطني مو بالديمقراطي مو يوم كاكا مسعود. اي ذاك هم بي ذاك بس هو حش على ذني. قال له كاكا هم الكرد اقعدوا غير التهريب، هو اذا طلعت من التهريب يموت. يعني هذا اعتراف رسمي الله يرحمه الله يرحمه ابو جلال. فيقول له يقول له عيشته وحياته على التهريب قتشاقه. فالان منافذ حدوديه ايش قد اكو موجود خارج سيطرة الحكومة الاتحادية، وايكم موجود. يوم من الأيام الأمريكان بعثوا لنا صور، أمريكان صور ناقلات نفط صهاريج ما النفط تطلع تهرب نفط الإقليم على إيران وعلى تركيا، حوالي 500 صهريج يوميا. 500 صهريج من هذا من أيامكم 500 اليوم ايش قد صارت؟ لا سبواري بايب مبدود بعد ما يحتاج صهريج بايب. دزوا لكم الامريكان الصور اللي سويته؟ فتح بها تحقيق وصار حكي اعتيادي نكره. انا خابرت وزير داخلية الاقليم بوقتها وحكيت